بتعرفي يا عيوس، يعني انت باحلامي عم تكوني واقعي، وبواقعي عم تكوني كل احلامي. يا والله حلوه هيك، كيف صطيت؟ نماس، انت لازم تعرف كل شيء عني. يا قنسو، لازم اعرف كل شيء. يعني من مين كنتي هربانه وليش كنتي هربانه؟ ليك نماس، انت زلمه زقرت وقبضات، بلا معك على قلبك بحكايتي. تعوش ما حول الحكي. أنت بدك تصيري مرتي على سنة الله ورسوله، ولازم أعرف كل شيء عشان أقدر ساعدك. يكا ليك نمس، أنا هربانة من أخي ومن زلمة اسمه أبو فاروق مكتوب كتابه علي. أنت مكتوب كتابك؟ الله وكيلك، مكتوب كتابي بس غصب عني. شلون يعني؟ فهمي، شرحي لي إياها. شو غصب عنك؟ أنا من بعد ما توفت أمي وأبي الله يرحمه ما ضل عندي غير أخي لبن. لبن؟ إيه، بتعرفوا الأخي لبن؟ يقان أني بعرف واحدة بيشتغل عند أبو ظافر تاجر العواد. يعني أنت شفته وحكيت معه؟ كيفه؟ كيف صحته؟ وين عم يقعد وشو عم يأكل؟ ما في شي منيح مثلي، ما في منه. ليك بدي أسألك، هو كيف قدر يخلص من هذا أبو فاروق؟ ليش شو في بينه وبين أبو فاروق؟